السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في اللقاء الرابع في الذكاء الاصطناعي والبرمجة. طيب احنا اتكلمنا أكتر من مرة على موضوع التعلم الآلي، وقلنا إن احنا ممكن نعلم الآلة بأكتر من طريقة. في ممكن نعلمه من خلال إن أنا سوبرفايزد، إن أنا بشرح له كل حاجة وأقول له ده مثلا قطة، ده كلب، ده تفاح، ده موز. والانسوبرفايزد ان انا بديله الداتا وهو يبدا يوجد الصفات المشتركه ويبدا يتعرف على الحاجات مع نفسه. فهنشوف مثال عملي على فكره ان انا اعلمه حاجه. ده موقع تبع جوجل، تكنيكال ماشين، تيتشيبل ماشين. طيب هنبدا نشوفه مع بعض، بس خلينا نشوف الفيديو. هي الفكره ان انا اديله حاجه صور مثلا 10 مرات، ممكن مثلا يكون عندي لعبتين، فصور لعبه مره كتير وصور لعبه تانيه كتير واقول له دي اللعبه الف ودي اللعبه ب، وهو يبدا ان هو يفرق بينهم. طيب خلينا نشوف كده. انا صورت مثلا الكوبايه، وممكن اصور مثلا كوبايه تانية فيها عصير مثلا فيها قهوه، وهو يبدا ان هو يتعرف عليها، او ان انا ارسم له حاجه ويبدا يشوفها. تمام، ابص لفوق ببص لتحت، ان انا مثلا لابس ماسك او مش لابس ماسك، الحركه نفسها. ممكن لو انا بعمل حركه صح يبدا يقول لي الحركه دي مظبوطه، اول حركه غلط يبدا يقول لي خلي بالك الحركه فيها مشكله. تمام، ممكن يبدا يتعرف على الفاكهه، ممكن يتعرف على الموسيقى مثلا، ممكن يتعرف هل الجو الشمس ظاهره ولا مش ظاهره. هنعمل الموضوع ده مع بعض. تمام، بيقول لك ان هي ممكن تشوف الكود ده بالجافا سكريبت او تنسر فلو دوت جافا سكريبت او تشابول ماشين. طيب انا هقول له دلوقتي افتح لي التجربه ديت ونعملها ان شاء الله مع بعض. الموضوع هتلاقي سهل جدا وبسيط. هقول له جيت ستارت. ممكن ترفع له صور، يكون مثلا عندك صور لمبنى معين وصور تاني لمبنى تاني، او صور للعبتين. ممكن تخليه يفرق بين مازنجر وجراندايزر مثلا. تمام، فانا اقول له، بيقول لي انت عايز مشروع خاص بالصور ولا مشروع خاص بالصوت ولا مشروع خاص بالحركه. طيب هختار الصوت دلوقتي واقول له ستاندرد ابلود. هبدا ارفع صور، انا عندي كميه صور كتيره قوي خاصه بالقطط وخاصه بالكلاب، مجمعهم عشان تجرب زي كده لما يكون في برنامج او موقع جديد بجرب من خلال كده. طيب خليني اقول له ان دي خاصه بالسمايل، واحد بيبتسم، وتسميها بالعربي عادي ما فيهاش مشكله. تمام، وفي هنا مثلا انجري. تمام، طيب هقول له بقى ايه، شغل الكاميرا. تمام، وهبدا بقى ايه اسجل. تمام، انا اديت 68 صورة وانا مبتسم. طيب تعالى بقى نصور وانا غضبان. طيب اديته 115 صورة، كل ما بتدير صور اكتر كل ما بتعرف اكتر. تمام، وبعد كده ادربه وبيشوف ايه الحاجات المشتركة، ايه الفرق بين الصورة دي والصورة دي، ايه الفرق بين الصورة دي والصورة دي، ايه الحاجات المشتركة بين المجموعة اللي فوق وايه الحاجات المشتركة بين المجموعة اللي تحت. فهو دلوقتي بيتدرب، وممكن تدخل الادفانسد هنا تشوف الاعداد، وممكن تضيف كلاس تاني، يعني ممكن تضحك وتبتسم وبتعيط ومتفائل، فتقدر تضيف اكتر من حاجه. طب ايه الغرض من كده؟ بعد كده ممكن تشغل الكاميرا وهو يفهم اوتوماتيك اذا كنت انت مبتسم ولا مش مبتسم. فممكن تدرب الكاميرا بتاعت كاميرا المراقبة CCTV، لو انا ببتسم او مش ببتسم يبدا يخلي باله. طيب بص هنا بيقول لي ايه، انت ممكن تصدر الاكسبورت مود ده لبرامج متخصصه، هنشوف مع بعض. طيب دلوقتي مثلا انا هبتسم، شفت اول ما كشرت بدا يجيب انجري. تمام، فبدا يفهم. تمام، ممكن تعكس الكاميرا، خدت بالك اول ما وشي بيبان عليه الغضب فبيبدا يقول ان انا انجري، انما لما اكون مبتسم يبدا ان هو يفهم. التجارب دي انا كده دربته النهارده
دلوقتي حالا في 5 دقايق دول انا دربت الذكاء الاصطناعي على حاجه ما كانش متدرب عليها، تمام؟ او ما كانش اتدرب عليها. مثال بسيط، كل مره بيتدرب بيكتشف معلومه اكتر. وضحت الموضوع؟ فممكن بعد كده ايه، كل الفواكه اللي في الدنيا، كل انواع الموز، كل انواع كل حاجه يبدا ان هو يشوفها، بحيث لو جبت له صوره كبيره تقدر تقول له صفها لي، فيقول لك خلي بالك ده دي فيها موز وفيها تفاح وفيها كذا. لو صورت الثلاجه عندك، دي انا عملت التجربه دي، صورت الحاجات في الثلاجه وقلت له الحاجات دي ايه، دي اللي موجوده، ومش هنزل دلوقتي الساعه 12 دلوقتي، ايه الاكلات اللي ممكن اعملها بالحاجات اللي عندي؟ اه ينفع عندك مثلا طماطم وخيار وتقدر تعمل سلطه، عندك كذا وكذا فتقدر تعمل، وهكذا. وضحت الصوره؟ طبعا هنا ممكن تقول له فايل، ترفع صوره وهو يبدا ان هو يتعرف عليها. والموضوع ده ممكن ليه استخدامات كتير قوي. ده اسمه السمرا سي في، اللي هي الكاميرا فيجن، تمام؟ طيب خلينا في الكاميرا عشان ايه. فالكاميرا فيجن ممكن اديله ايه، صور كل الناس اللي تايهه، واقول له صور كل الناس اللي بروس لقاها، ويعني او الناس لقوها ومش عارفين مين دول، فيبدا هو يقول لي ده هو ده ده هو ده. فالموضوع ده مهم جدا. طيب فدي كده احنا ايه، شفنا مثال على التدريب، ان انا بدرب الذكاء الاصطناعي من غير اكواد ومن غير حاجه خالص. مع الوقت هنبدا ناخد ازاي نبرمجها بحاجه مثلا زي البيكتو بلوكس، تمام؟ في هنا ماشين ليرنينج، هناخد ازاي ان احنا نبرمجها واحده واحده، لكن لسه احنا ما خلصناش السكراتش، فهندخل في السكراتش وبعد كده نبدا نشوف القصه دي. طيب هنشوف مع بعض دلوقتي تطبيقين خاصين بالذكاء الاصطناعي حلوين قوي. اي اي كيدز اهو، فكرته حلوه وهوريها لك على الموبايل. ان انا عندي اصور كذا صفحه من الدرس بتاعي، يعني الدرس بتاع المدرسه، هصوره 5 6 صور وروح شايفه ايه، ارفع له الصوره دي، هو يفهم ويبدا يقول لي، يجيب لي اسئله على الموضوع. خلينا نجربها مع بعض ان شاء الله. اه طيب انا هقول له انا عايز اي اي كيدز، فبيقول لي ادخل بالحساب بتاعك. تمام، نقول لي بيقول لي ايه، ارفع بقى كام صوره كده لابا بالكاميرا، يعني اصور حاجه بالكاميرا، وهو يبدا يدور لي على الاسئله عنها. تمام، هقول له جاليري، ممكن ترفع له حاجه بالعربي بالانجليزي مش مشكله، تمام؟ ما هيفهم الاثنين. فخلينا نرفع له مثلا ديت، هو اللي هيديني سؤال، يعني هو هيتاكد ان انا فهمت الدرس ولا لا. انا مش بستخدم الذكاء الاصطناعي في الغش، تمام؟ بقول له ابعته للاي اي، فبياخد 5 ثواني كده ويبدا يجهز لي اسئله. بيقول لي السؤال الاول، مين اسم سلسله المحاضرات مثلا الخاصه بكده، مين البارتنر، المحاضره بتتكلم عن ايه. الانسر بقى يبدا يجيب لك اللي جابه، تمام؟ جذور عمر سليم، تمام؟ ده التاريخ بتاع المحاضره، النهارده يوم الجمعه الساعه 8:30 مساء. فدي نوع من انواع الذكاء الاصطناعي اللي مناسب للاطفال، ان هو يتاكد فهم الدرس ولا لا. الوردس دي بقى كلمات جديده مثلا اول مره اشوفها، فاساله مثلا يعني ايه كلمه فن مثلا، تمام؟ وهو بيبدا يشرحها لطفل مناسب لثمان سنين، ممكن تخليها 5 سنين، تمام؟ فتبدا تقول له مثلا عايز شرح اكتر، ويبدا يقولها لك بالصوت، ويبدا يعمل لك زي قاموس كده خاص بيك، تمام؟ دي مثلا الكلمات اللي انا سالت فيها قبل كده، ماشي؟ ريفيو المراجعات، كلمة فن لو انا فاكرها هقول له ريمبر، لو انا نسيتها هقول له فورجيت ريمبر، وهكذا. دي ريكورد الحاجات، وده المنيو بتلاقي فيه حاجات بقى ايه خاصة بمتابعة التعليم والاستخدامات وحاجات زي كده. طيب تعالى نشوف برضو تطبيق تاني، التطبيق ده برضو مناسب للأطفال الصغيرين. ده انجلش جرامر تشيك، ماشي؟ في ممكن ابلود يور رايتنج، ترفع الحاجه، ممكن تقول له اكتب لي حاجه مثلا. ماجيك شات، عارفين شات جي بي تي؟ تمام، ممكن تبدا تعمل معاه شات مناسب للاطفال. Hi Omar, I'm your friendly penguin guide. Let's dive into the world of English together. First,
can you tell me what you enjoy reading? Maybe we can start there. I like fun story. ممكن تقول له بقى انا عايز اشوف التكست بوكس ليرنينج، ممكن تقول له قول لي قصة او تيست مي. Hey Omar Saleem, here's a fun story for you. Fun story بقى يجيب. Following is a synonym for the word happy. A sad, B joyful, C D tired. Sad. تمام؟ فيبدأ يسألك أسئلة وتبدأ أنت إيه تتفاعل معاه. تمام؟ هتلاقي شات جي بي تي بس إيه مبسط شوية. تمام؟ وده صديق ليك تقدر ان انت تدردش معاه. تمام، وده الماجيك رايتنج. ممكن مثلا تعالى نرفع جاليري مثلا ديت، بيراجع بقى اذا كانت في اخطاء مثلا في الكتابة حاجات زي كده. بدأ يشوف ايه الكلمات اللي موجودة، الجرامر والسبيلنج ممتاز. تمام، ممكن نبدأ بقى نقرأ شوية قصص موجودة هنا. فده تطبيق ممتاز، ده يعني بدل الألعاب اللي بتتلعب دول ممكن يكونوا حاجات مسلية. ده التطبيق التاني هوت AI Kids و AI Magic. الاثنين دول حاولوا تسطبوهم لان هم مسلين ومفيدين ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. كده شاشة ظاهرة؟ كده شاشة ظاهرة؟ ظاهرة صح. طيب بص يا أسامة، دلوقتي احنا عندنا البرمجة بتاعت سكراتش، بس احنا بنشتغل بحاجة زيها بالظبط، يعني كل اللي انت شفته هو واء، لكن احنا بس ايه بنشتغل على برنامج تاني. ليه بنشتغل على برنامج تاني؟ عشان البرنامج دوت في حاجات احنا محتاجين نعرفها مش موجوده في السكراتش، لكن اللي هنشرحه النهارده هو سكراتش بالظبط، يعني هي نفس الواجهه ونفس كل حاجه، لكن البلوك تو بلوكس ده في حاجه اسمها ماشين ليرنينج انفايرمنت، في حاجات خاصه بازاي نتعلم مع الكمبيوتر ونعلم الكمبيوتر وحاجات كتير قوي. لما نيجي ندخل على ماشين ليرنينج انفايرمنت، تمام، وده هناخدها ان شاء الله مع الدروس اللي جايه، هتلاقي في حاجات خاصة بإيه؟ بتعلم الآلة، حاجات خاصة يعني بيئة تانية خالص. تمام؟ هتسهل علينا إن احنا نبرمج مثلا بيت ذكي، نبرمج إنارة، نبرمج مثلا البيت روبوت لو أنت عايز تبرمج روبوت. فكل الحاجات دي إن شاء الله إيه هنبدأ فيها، لكن خلينا نبدأ مع بعض. إيه ده مثلا إيه؟ إن أنا أديله صورة كبيرة فيها حاجات كتير قوي، هو يبدأ يقول لي دي مثلا أكلات، دي مثلا كذا، دي مثلا كذا. اوبجكت ديتكتيف، يبدا يشوف العناصر نفسها، ممكن حركه معينه، ممكن الايد يعني يبدا يتعرف على شكل الايد ويتعرف على كل حاجه، ممكن يتعرف على الصوت. فده هنبدا نشوف ان شاء الله بس ايه مع الوقت يعني في الدروس اللي جايه. فخلينا نبدا نراجع مع بعض السكراتش، لان ممكن يكون في حد لسه ما خدش سكراتش. السكراتش دي المساحه اللي بنحط فيها البلوكات، اسحب البلوك واحطه، وده الشخص اللي هيشتغل معانا، وهنا دي الباك جراوند، وهنا الشخصيات واحده واحده مع بعض. اول حاجه خلينا نغير الخلفيه، ممكن اقول له ابلود باك جراوند، يعني عندي خلفيه على الكمبيوتر وعايز ارفعها، بحيث ايه يعني ممكن عايزين نعمل قصه مثلا، يعني البرنامج ده ممكن يخلينا نعمل افلام كرتون مثلا. تمام، هختار مثلا الفراشه دي، يبدا يحطها لي ايه كخلفيه. تمام، بالشكل ده. هاجي هنا بلوك، انا عايز البلوك، ولو عايز تبرمج بايثون هتدخل هنا ماشي في البايثون اهي. طيب ممكن اقول له لا ده انا عايز رسمه جاهزه، فيبدا يجيب لي اشكال جاهزه، فاقول له مثلا عايز الشكل دوت. طيب الدب دوت اللي هو كان هناك قطه، ده اللي احنا هنبدا نبرمجه دلوقتي. اول حاجه عايز احطها ايفنت، يعني لما يحصل حدث معين يبدا يعمل ايه. فهقول له ايه انا عايز كنترول، وابدا اختار من ايفنت، هقول له انا عايز لما حد يدوس العلامه ديت. ممكن اقول له لما حد يدوس زرار معين، مثلا زرار ايه الاو مثلا، عشان اسامه بحرف الاو. يبقى كده لما ادوس حرف الاو يبدا ينفذ الاوامر اللي هتبقى موجوده هنا. لو دوست هنا مفيش حاجه بتحصل، ليه؟ لان هو لسه ما اتبرمجش. فممكن اقول له ايه
اول ما ادوس ابدا يتحرك 10 خطوات، فلما ادوس هيبدا يتحرك 10 خطوات بالشكل دوت. طيب ممكن اقول له اتحرك ولف، فبيبدا يتحرك ويلف، بس تحس ان هما الاثنين في نفس الثانيه لان الفرق بينهم صغير خالص. فانا ممكن اقول له ايه، انا عايز اتحكم فيه كنترول، واقول له استنى لي ثانيه بين دي ودي، فيبدا يتحرك موف وبعد كده يقف وبعد كده يلف زي 15. ممكن اجي من هنا واقول له خلي ده بزاويه ايه 90 بالشكل ده، نرجعه زي الاول. وهنا السايز ممكن اكبره او صغره، ماشي اهو. وهنا مكانه فين، يعني كل ما احركه هنا بيبدا ايه يتحرك لهنا. طيب انا ممكن استخدم حاجه بقى استكرار. ايه فكره التكرار؟ تعال نشوف ايه التكرار دوت. اعذر لسه من هنا. هي دي. هو التكرار عباره عن ايه؟ ان انا عندي حاجه عايز انفذها كتير، ماشي، فبدل ما اقعد اكررها اكتر من مره بعمل لها تكرار. ممكن اقول له كرر باستمرار او كرر حتى. طيب خلينا نشوف ايه كرر. ايه كرر دي؟ كرر لما يكون عندي اوامر كتير هنفذها كذا مره ورا بعض. فهاجي هنا واقول له انا عايزك تكرر لي 10 مرات الامر ده، واحطهم جوه ريبيت، اي حاجه بره ريبيت مش هتتعمل. فلما ادوس هنا يبدا ان هو ايه ينفذ لي الكلام ده 10 مرات بدل ثانيه. دي خليها بوينت 1 مثلا عشان ايه يتحرك اهو بسرعه. تمام. طيب ممكن اقول له ايه فور ايفر. فور ايفر دي يعني يفضل يعملها على طول. انا خدت كده كوبي بيست من الكلام، ماشي، واوقف، هدوس حرف الاو يبدا هو ايه ينفذ الامر ويبدا ان هو يتحرك بالشكل دوت. لحد امتى؟ مش 10 مرات، لا، ما لا نهايه، ما مش هيخلص خالص. تمام. طيب ممكن ريبيت انتل، يعني ابدا افضل اتحرك لحد ما يحصل حاجه معينه، لحد ما يخبط مثلا في الاخر او اي حاجه. طيب خلينا نيجي هنا ونشوف ايه اللي احنا ممكن نشوفه تاني. ممكن اقول له جو تو راندوم بوزيشن، يعني ايه؟ يعني روح لمكان عشوائي وابدا اتحرك. كل مره ادوس بيبدا من نقطه شكل. وخلينا نلغي ديت. دي راندوم، يعني كل مره هيبدا من مكان عشوائي. او اقول له روح للاكس والواي، يعني سيبك من العشوائيه، كل مره روح للصفر اللي هي نص الشاشه. فكل ما ادوس هيبدا من نقطه الصفر. يبقى احنا كده الموشن دي بنلاقي حاجات فيها حاجه خاصه ايه بالحركه. ممكن اقول له روح لمكان الماوس، يعني ايه اول ما يبدا يشوف الماوس فين ويبدا من النقطه اللي فيها الماوس، مشاوره الماوس. طيب ممكن مثلا اللوك يخليه هو يبدا يتكلم، ماشي، يبقى هو هيقول كلمه لمده ثانيه وبعد كده يبدا يطبق اللي احنا قلنا له عليها. طيب ساوند هيعمل صوت، ممكن بقى صوت قطة، صوت دبدوب، زي ما ايه انت عايز تبرمجه. ممكن ريكورد، تسجل حاجة بصوتك وتخليه يقولها. تمام. طيب خلينا نلعب لعبة حلوة، نلغي ده كله ونبدأ نعمل حاجة ايه ظريفة شوية. هنخليه نكتب بالقلم. هاجي هنا في الزرار تحت ده واقول له كل الحاجات دي احنا ايه هنشرحها بالتفصيل، ازاي نعمل ماشين ليرنينج، وازاي نعمل نتعرف على حركة الصوابع، على حركة الايد، على العناصر، كل الحاجات دي. خلينا نبدأ بايه بالقلم. خلي بالك في هنا شات جي بي تي، تقدر تربطه بشات جي بي تي وتسأله اي سؤال. طيب انا كده حطيت القلم اهوت، ماشي. طيب هقول له ايه اول ما تبدأ، هنفكر فيها مع بعض عشان نكتب الكود صح. معايا يا اسامة؟ احنا عايزينه يبدأ يكتب، فاقول له حط القلم. طيب وعايزه ايه يبدا كل ما يتحرك القلم يكتب معاه، فهقول له event مثلا 10 مرات يبدا يتحرك. تمام. كل ما يتحرك هيبدا يرسم. يتحرك يبقى ايه؟ يبقى انا هقول له موف 10 خطوات. تمام. طيب يبقى انا لو قلت له كده
بدأ القلم هو يكتب اهو في خط خفيف. طيب انا عايز كل مره الخط ده يتقل شويه، فاقول له ايه؟ شينج بين سايز باي 1، يبقى كده كل شويه هيكبر الخط بتاعه بالشكل دوت. طيب احنا بنشوف ازاي نفكر ازاي نعمل كود كويس. طيب انا عايزه مش كل مره يبدا من هنا، عايزه كل مره يبدا من نقطه معينه او من نقطه عشوائيه. فهقول له ايه؟ ممكن اقول له خليها راندوم بوزيشن، او اقول له روح لنقطه معينه. يعني راندوم بوزيشن يبقى كل مره هيبدا من نقطه شكل. طيب انا عايز اقول له بقى ايه؟ امسح اللي فات، يبقى كل مره هيبدا يمسح اللي فات. طيب راندوم بوزيشن بين داون، وعايز اقول له غير القلم لواحد. ريز اول طيب خلي ده كده وخلي ده مثلا هنا. ممكن من هنا تغير اللون نفسه، تمام. طيب وفي برضه حاجة اسمها ستامب، ستامب يعني يطبع شكل الدبدوب وهو بيمشي، تمام. بس خلي القلم في هنا المفروض اقول له ست بين الواحد، مش شينج بين الواحد، ست يعني خلي مقاس القلم واحد اهو. كل مرة بيروح لنقطة عكسية، ماشي يعني. ويبدأ المقاس بواحد وبعد كده يكبر المقاس بتاعه. فكده احنا عملنا برنامج سهل جدا وبسيط نقدر نكتب بيه في قلب القلم. طيب طيب استامب، خلينا نحط استامب كده. ستامب المفروض بيطبع معانا بس ممكن يكون هو بيمسح كل حاجة، كل ما بيجي يبدأ يرسم يمسح. طيب هي دي فكرة البرمجة، ان احنا بنديله اوامر معينة يبدأ ان هو يشتغل بيها، فلازم نكون محددين اللعبة. طيب عايزين نضيف مثلا شخصية تانية، فممكن اجي هنا واقول له ايه؟ انا عايز اضيف شخصية هنا سربرايس، يعني اضيف لحد كده ايه وخلاص. او ممكن نقول له ايه؟ لا احنا عايزين نختار، فنختار شخصية تبدأ تتكلم مع الدبدوب دوت، وليكن مثلا ده. لو انا عايز الغي الشخصية دي هقول له ايه؟ ديليت. طيب الدبدوب دوت المفروض يكلم الدبدوب ده، ماشي. لو احنا عايزين نعكسه نقدر ان احنا نعمل له ايه؟ فيليب. ممكن ندخل جواه ونقلبه. ممكن نقول له ندخل هنا في الشخصية هنا، لو احنا عايزين نغير في اي حاجة خالص، عايز ترسمه من اول وجديد، عايز تقول له فورورد او فرونت زي ما انت عايز. ممكن ترسم، خلي بالك هو في شخصيتين بالشخصية او يعني في شكلين، عشان تقدر تقول له اقلب من الشكل ده للشكل دوت، تمام. ده الفيل بتاعه، اللون ده، الاسم بتاعه ده، الفيلب لو انت عايز تقلبه يمين شمال فوق تحت زي ما انت عايز. طيب نرجع للبلوك، خلينا نيجي لدوت ونلغي كل ده ونخلي ده يقول كلمة وده يرد عليه، ماشي. طيب الدبدوب دوت انا واحد، خلينا نمسح كل حاجة. طيب الدبدوب الجميل دوت هقول له كنترول بنت. الدبدوب الأول هيتكلم، هيروح قال ايه مثلا؟ ممكن نخليه يقول أي كلمة كده بصوته،
ونخليه كأن هو بيتكلم لمدة ثانيتين هلو، ونيجي هنا عند دوت، بس هنغير طبعا الصوت بتاعه. ما عندوش صوت، لازم احنا نسجل له حاجة. ماشي اهو، هلو هاي هاو ار يو. غالبا عشان انا بسجل ما مش هيشغل مايك. طيب خلينا نختار طب شخصية تانية يكون فيها صوت، وليكن قطة مثلا او حيوان. خلينا نكتب له كات مثلا. طيب القطة الحلوة ديت اهي، هنحطها هنا. طيب القطة دي عايزين نقلبها، هنيجي عند دبدوب وناخد منه الشكل دوت، ونخليها تقول ميو. بس هما الاتنين لو بدلنا اللعبة هتلاقيهم هما الاتنين بيتكلموا في نفس الوقت، واحنا مش عايزين كده. طب ايه الحل؟ هقول له ايه، اعمل لي استنى ثواني كده، ويت مثلا ثانيتين. طب نبدأ، يبقى كده انا عملت ايه، كلام بين الشخصية دي والشخصية دي. وممكن تخلي الكلام بالعربي عادي، يعني ممكن تيجي هنا وتقول له عامل ايه كده، احنا خليناها بالمصري تمام. فزي ما انت شايف بقى، تيجي تبدأ القصة تقدر بقى تعمل ايه، حركة بين ده وده، وتخلي ده يتكلم شوية، تخلي ده يتحرك، تخلي ده هو بيتكلم يقرب منه يسلم عليه. طب انا عايزه هو يعمل حركة تمام، فخلينا نقول له لوك، واقول له سويتش باك دروب. خلي دي اهي كات ايه وكات بي تمام. طيب انا هنعملها لكم ازاي، هي الفكرة كلها ان هو كات ايه وكات بي، لما تدوس هنا هو يبدل من الشخصية دي والشخصية دي. ماشي، بس الشخصية دي هنخليها برضو تقلب الناحية دي. ماشي، وخلينا اعملها لك ايه فور ايفر. احنا كل مرة ايه بنطور في الحاجة. طيب السويتش ده هنبدل بين القطة ألف والقطة ب. طيب يلا نبدأ. وهكذا. فممكن حتى نخلي الريبيت ده أول هنا قبل ما الويت ده. يبدأ يحرك الشكل ده والشكل دوت، بحيث يحصل كأن في حركة كده. بس خلي دي مثلا مرتين مثلا. طيب الموضوع أتمنى يكون واضح. مهندس سامع معايا؟ طيب هل الموضوع واضح ولا نكرره تاني؟ ماشي يا هندسة. هو في حتة كده انت يعني شرحناها قبل ما حضرتك تدخل، هنسجلها وابعتها لك ان شاء الله. ماشي يا هندسة؟ ماشي. لو في اي حاجة مش واضحة قول لي، لو انت في حاجة عايزين نكررها، لو عايز حاجة نركز عليها المرة الجاية نركز عليها ان شاء الله. ماشي يا استاذنا؟ الله يكرمك. ماشي، سلام. سلام عليكم.